فقرة توعوية الحقيقة تقال فيها كلام يمكن يكون جديد على كتير من اللي سمعوها حتى على فريق البرنامج. كانت توعوية عن سرطان عنق الرحم، وتقال فيه كلام قد إيه كانت يعني معلومات تبدو بسيطة بس كفيلة إن هي تحمي ستات كتيرة جدا من هذا المرض، والتعريف بأنه في المراحل الأولى منه العلاج أو الشفاء نسبته 100%، إنه سببه فيروس جلدي تافه موجود في كل مكان، ويمكن تكون النظافة الشخصية واحدة من الإجراءات اللي ممكن تمنع حدوث أو تقلل من نسبة حدوث سرطان عنق الرحم. ما علينا، الفقرة كانت في وقتها وزي ما قلت كان الغرض فيها توعوي، ولأنها كانت في الأسابيع الأخيرة قبل شهر رمضان. فدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عمل مبادرة عظيمة جدا، وكانت معاه دكتورة رانيا علواني السباحة الدولية الشهيرة، بطلة السباحة الشهيرة، وكمان أخصائية استشارية أمراض النساء، وكمان دكتورة هالة عدلي حسين من الجمعية. عملوا لفتة رائعة جدا بأنه هيقوموا بالكشف مجانا وبدون أي مليم على 1000 سيدة في حملة مشتركة ما بيننا وما بينهم، ما بين البرنامج وما بين الجمعية، وده كان شيء رائع جدا. الفيديوهات اللي هنبعتها لحضراتكم كانت من أعضاء الحملة، وعلى رأسهم طبعا دكتور محمد العزب ورانيا علواني، لما راحوا قرية ميت نما في القليوبية. تاني يوم كانوا في أحد أحياء القاهرة، المنيا هي المحطة القادمة. يعني أعتقد أنه لحد دلوقتي عملوا الفحص مجاني لأكثر من 250 سيدة والبقية تأتي. هم عايزين يوعوا الناس، عايزين يعملوا كشف مبكر، لأنه لو تفاقم هذا المرض بتبقى الخسائر كبير قوي. شكرا للحملة، شكرا للجمعية، شكرا لكل سيدة اطمنت على نفسها. يا رب الصحة والسلامة لكل الناس، والحملة على الأرض موجودة واللوجو موجود كمان. احنا النهارده موجودين في مؤسسه مجاهد في ميت نما، موجودين مع حمله برنامج منى الشاذلي. قدرنا النهارده الحمد لله نقدر عملنا كشف 100 حاله النهارده موجودين. انا عرفت عن الحمله ديت من برنامج منى الشاذلي، في حاله الاستاذه منى الشاذلي. انا بشكرها، ربنا يبارك لها ان هي بتساعد سيدات مصر، وربنا يبارك لها هي والمسؤولين عن الجمعيه المصريه. بشكر الجمعيه المصريه والدكتور محمد العزب. الحملات دي بشكر الجمعية جدا، الحملات دي تحت مظلة وزارة الصحة، تحت مظلة حرص الدولة على صحة المرأة بشكل عام. الحقيقة انه في بعض الإجراءات الوقائية المبدئية اللي ممكن تعملها ستات كتيرة جدا تكفيها دواء وعلاج وغم ونكد وتشتت أسري، حاجات بسيطة جدا الستات ممكن تعملها على رأسها. الكشف المبكر تقينا وتقي الأسر من شرور كتيرة جدا. كل الشكر للجمعية وللحملة، ويا رب يزيح ويشفي كل وأي مريض يا رب العالمين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.